عمارة، انطباعك عن اللقاء؟ شايف انها نتيجة ايجابية في ظل ان تشيلسي الشوط الثاني كان مطرود منه 1 وبتلعب على ملعب السانتياغو برنابيو، تقييمك للجيم بشكل عام؟ واحدة من اسوأ مباريات في تاريخ تشيلسي عامة بالنسبة لي، يعني في تاريخ تشيلسي وانت خسران 2 ومطرود منك 1. هقول لك ليه، لان مش هو خلي بالك هي الكلمة تبان كبيرة شوية أوي. بس المباريات اللي زي دي اللي انت بتبقى فيها مش شايف حتى امل في ان انت تبقى عندك شكل قصاد في فرقه بحجم ريال مدريد في دور زي ربع نهائي تشامبيونز ليج، تحس ان انت وجودك هنا غلط. فده عشان كده ده قمه السوء بالنسبه لك، ان انت مش بس حتى بحجم بقدر المباراه، لا انت النهارده ما شفتش ماتش، شفت فريق ريال مدريد كانه بيلعب تقسيمه، وبالعكس ريال مدريد هو اللي عمل نتيجه مش ايجابيه بالنسبه له لانه ضيع كم فرص غير طبيعي، وكان يقدر ان هو يسجل اكتر من هدف. الفكره كلها ده نتيجه العشوائيه اللي فيها تشيلسي من اول ما الملاك الجدد جم. بصراحه بعملوا واحد من اسوا القرارات اللي بشوفها، يعني هتبقى علامه فارقه في تاريخ الفريق عموما باقاله توماس توخيل، بعدين بتعين مدرب بحجم جراهام بوتر اللي ما عندوش اي خبره تماما في الفرق الكبيره، فتدي له مشروع طويل الامد عشان تبتدي تبني عليه وتجيب له ميركاتو تاريخي زي اللي عملته في يناير، بعد كده بتقيله لمجرد ان هو بيخسر وكانك مش شايف الوضع او يعني مش شايف الطبيعي، فيبين لك قد ايه كم العشوائيه اللي في القرارات، فتقيله قبل معركه مدريد عشان تجيب لامبرد اللي ما عندوش اي رصيد تدريبي تماما، بالعكس كل التجارب اللي فيها لم ينجح فيها تماما، واثبت ان هو مدرب لسه بدري عليه جدا عشان يبقى مدرب يمسك فرقه كبيره او يمسك حتى فريق يبتدي يطبق فيه افكاره. مع ان البعض يا عماره بيشوف ان الفرقه اللي توخيل بناها الاساس بتاعها لامبرد هو اللي كان عامله. ما هو الاساس لا، ما هو انا معاك، ما هو لامبرد مسك لما مسك تشيلسي في 2020 مسك في ايه وانت ممنوع من التعاقدات، فبالتالي كان ايه المنطق اللي عمل بيه؟ اطلع ماونت من تحت، اطلع بعض اللعيبه، هكمل معاك بقى، طلع اللعيبه الناشئين اللي بالنسبه لهم لامبرد اسطوره، فابتدى يديهم الثقه والجراه بتاعه ان انت تلعب بفريق في تشيلسي من غير ضغوط. انت كان المطلوب منك في الموسم بتاع لامبرد الاولاني حاول تطلع توب فور، حتى لو ما طلعتش توب فور انت مش ملام لان انت مالكش تعاقدات وجايب على فريق مفقود من اهم لعيبه في مسيرته في اخر 10 سنين هو ايدن هازارد، فبالتالي كان ما فيش ضغوط. لامبرد طلع اللعيبه دي، طلع اللعيبه الشباب دي وقدر يعمل بيهم، عشان كده لما لامبرد جاب صفقات وابتدى الاكسبكتيشن تعلى او التوقعات تعلى شويه، ابتدى يخش بقى في اداره ابراموفيتش ان انت مطلوب منك 1 و2 و3، فشل ذريع. في 6 شهور الفرقه اتدمرت. جه توماس توخيل مدرب كبير، مدرب صاحب خبره كبيره جدا، بيتعامل مع اللعيبه الكبار، بيعرف يتعامل مع غرفه ملابس بحجم اللي موجوده في تشيلسي، بيتعامل مع الضغوطات، عمل لك فرقه في ظرف 6 شهور خدت تشامبيونز ليج واكتسحت اوروبا كلها. ولما جه يكمل ويبني على ده في الموسم اللي بعده، طبعا في شويه تخبطات حصلت عشان كانت اواخر فتره ابراموفيتش كان فيها مشاكل كتيره جدا بقدوم لوكاكو، المهاجم ما كانش المناسب، كان عايز هالاند وقصه كلنا عارفينها، بس في الاخر قدر يطلع لك من الموسم ان هو كمل في التوب فور، خد كاس العالم للانديه، خد السوبر الاوروبي، وقدر يجمع بتاعه عشان يبدا موسم ثالث مع تشيلسي. انتهى الموسم من قبل ما يبدا مع ابراموفيتش بالملاك الجدد بكل اللي حصل ده، ووصل للي انت فيه. فانت هتلاقي ماونت بأبعد ما يكون عن مستواه، ريس جيمس من عودته من الاصابه مش موجود، شيلويل بيمشي على شويه ويسيب شويية، تياجو سيلفا الوحيد هو اللي بيقدم. انت خلي بالك حتى لو عندك عناصر فرديه بس الاساس بتاع توماس توخيل لو اللي خد بيه تشامبيونز ليج اللي انت بتقول عليه اساس ده كانت القوه فيه ايه؟ المنظومه. مفيش لعيب تقدر تقول عليه ده اللعيب اللي شال الفرقه او ده اللعيب اللي طبعا نقوله كانتي قيمه كبيره جدا جدا، بس في الاخر انت كنت عايز لعيبه حواليه تعمل منظومه كامله، عشان كده تشيلسي كان الملك بتاعه كان هو توماس توخيل بالمنظومه اللي عملها. ما تقدرش تقول على لعيب تالق، لو جيت تشوف في مباراه الشامبيونز ليج اللي خدها فيها تشيلسي هتلاقي كل لعيب كان نجم مباراه معينه باستثناء نقوله كانتي اللي كان كده كده ثابت. بس انا بكلمك بوليسيتش في مباراه مدريد اللي في الذهاب، ماونت في مباراه بورتو العوده الذهاب، جيرو في فاينل مثلا هو هافرتس، فانت كان عندك كل مره لعيب هو اللي بيبقى عليه العين. هافرتس خد الفاينل في الشامبيونز ليج وهو اللي جاب الهدف وهكذا. انت دلوقتي فريق مفكك، ما هو انت ما عندكش فريق، يعني انت شايف النهارده ريال مدريد ما كانش بيعاني من اي شيء، تمام؟ يعني ريال مدريد بيلعب كانه في تمرينه، فدي طبعا واحده من يعني لما توصل لان تشيلسي ند مع ريال مدريد كتاريخ في 7 مواجهات لم ما خسرش غير ماتش واحد،
ويطلع بالشكل ده وانت حتى عارف ان مباراه العوده مش هيبقى فيها رده الفعل اللي تليق بحجم انجازات النادي في اخر 30 سنه في اوروبا، تعرف ان الموضوع